صباحكم بكل خير. بين النوم اليوم، الجو تبارك الرحمن، اجواء روعه. الله يتمم بس ليل ليل، جو الصبح حلو، الغيم صاك، عسى ربي يبارك. امي قالت بطاط وبصل وطماط وخيار وفلفل. حاضر يما حاضر. شوفوا انواع الطماط ما شاء الله تبارك الله، هذا واحد، هذا نوع زين، هذا نوع ثاني، ولاحظوا لونه شلون فاتح غريب، هذا صراحه بالتصوير مو واضح بس لونه فاتح زين، وهذا نوع ثالث ابو العناقيد هذا، وهذا نوع رابع، هذا ظاهر حقلي واضح. شرع ان الخضره والباميه باجي، بس اللحم، اللحم حق مرقه الباميه. ايوه حطنا رقبه، ممتاز. تشكيله ما بين رقبه وفخذ وكتف حق المرقه. اكثر شيء هني المشاتل صراحه، كل مكان في مشتل، شيء حق ورد وشيء حق اشجار. هذه منطقتنا يسمونها اجسو، المنطقة الصغيرة حيل اللي احنا ساكنين فيها. هذول جيراننا كل نزارع، هذا ما شاء الله عليه كله ورق عنب، هذا كله فوق ورق عنب. وهذا مدخل مشروعنا، شوفوا الورد، الورد عمان، هذا المشروع اللي احنا ساكنين فيه، عسى ربي يبارك لاصحاب هذه الفيلا. من الكويت، من السعودية، ومن قطر. اي بس هذا اللي اعرف. هذول جيراننا الله يبارك لهم. هذا بيتنا، ظهر هذا السباق القواري، وراهم يعني مثل ما تقول واحد مذريهم كذي، عشان لا صار شيء اللي هو وراه. بوابات دخول الخطوط السريعة، الخطوط اللي تكون بفلوس مو بمجانا طبعا، اللي عنده الهيجي سي على قولتهم، او الاتش جي اس اللي هو مثل هذا اللي هني، قطعه صغيره تكون موجوده هني، يفتح له البوابه مباشره، ويتم الحساب. يعني احنا مثلا دربي هذا انا راكب خط الاو 7 او الزيرو 7 هذا الكبير اللي فوق، وهذا من اروع الشوارع. الحين تشوف تمشي ما في احد اصلا معك، ليش؟ لانه نوعا ما غالي، لكن هاي واي السرعة فيه 140، يربط ما بين اسطنبول إلى أنقرة. مستأجرين سيارتهم مثلي، آخر مدة الأجار شركة الأجار نفسها تطق بالنت، يشوف إيش كثر أنا الهيجي سي مالي أو العداد مالي، إيش كثر أنا داش خطوط سريعة، يحسب لي كلهم وتدفعهم غير فلوس الأجار. على فكرة هذه الخطوط أو هذه الشوارع، شوف شوف الشارع ما شاء الله، هذه الشوارع تسويها شركات، تجي شركة تسويها حق الدولة وتقول يبا أنا أخذ أرباحي من دخول الناس لمدة، يعني مثلا مدة معينة 30 سنة 20 سنة، وبعدين يرجع للدولة مثل بي أو تي. بس كم حارة؟ 1 2 3 4 5 6 حارة. شفتوا البندق؟ هذا البندق، الحين البندق هذا الوقت يقطفونه وتكون ثمرته سبحان الله بالشكل هذا، تقريبا كل ورده فيها 3 حبات، كل حبه من هذه تفتحونها، هذه يمكن هذه مفتوحه، خلنا افتحها اوريكم. هذه هذه مثلا، هذه شوفوا البندق شلون تطلع الثمره. هذه ثمره البندق،
طبعا الوقت هذا يقطفونه ويشرونه بالشمس بالشكل هذا، ياخذ له كم يوم يبي له شمس، يبي له شمس عشان يستوي من داخل. وهذا البندق. يا هلا يا هلا يا هلا، نورت صبنجة والله نورت.